متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج كازا سيتي. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة التدبير في جماعة الدار البيضاء خلال مدة 5 سنوات الماضية. من أجل مناقشة هذا الموضوع هذا نستضيف السي عبد الغني المرحاني، باحث في إعداد الحكمة وأيضا متتبع للشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء. السي عبد الغني مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافة، ونتمنى نكونوا إن شاء الله يعني متتبعين فعلا. بالاضافه الى التتبع كاين الاهتمام وكاين حتى انني معني بالعمليه السياسيه. شكرا سي عبد الغني. بدايه هذه 5 سنوات الان وحنا تنعرفوا حنا تنعيشوا سنه انتخابيه، كيفاش شنو التصور ديالك ولا الراي ديالك لهذه المده 5 سنوات من تسيير حزب البي جي دي لمدينه الدار البيضاء؟ كنتكلموا على مدينه كمدينه الدار البيضاء، هذه مدينه غول، وبالتالي فالتسيير ديالها خص يكون تسيير رجولي ماشي فولكلوري، باش نكونوا واضحين. للاسف يبدو ان الفولكلوريه غلبت وطغت على التسيير داخل الدار البيضاء. كنلقاو مجسمات هنا ديال الاضواء، هي شويه ديال الارصفه كذا، هذه ماشي هو التسيير المرتقب والمرتجى في مدينه كالدار البيضاء. فكنتكلموا على شعارات رنانه بحال جماعه فاعله وتنميه شامله، كيطرح السؤال العريض والكبير اي فعاليه يعني حصلناها واي تنميه حصلناها وشفناها. اذا انا بغادي ندير واحد التقييم ديال الاثار باش نكونوا واضحين. انا كمواطن بيضاوي قبل ما نكون لا باحث ولا مهتم ولا معني بالعمليه السياسيه، كنعيش الدار البيضاء خلال هذه السنوات من 2015 للان. كنلاحظ ان الدار البيضاء تركمت على الانعكاسات والمخلفات ديال تدبير الشأن المحلي باسم حزب العداله والتنميه للاسف وبعض فرقائه، تركمت على مجموعه من المخلفات اللي انعكست سلبا لا على النفسيه ديال المواطن ولا على تجويد الخدمات. بديت تسير فولكلور، يعني يا ريت تشرح لنا اكثر فين تيبان التسير. انا لابد ان في هذا المقام لابد ان نميز بين التسير والتدبير. لاحظتيني استعملت مصطلح التسير. السير بحال شي ديال هذاك المغربي اللي كيسير واحد الاسره، كيصرف في الصباح في العشيه، هذاك الروتين الروتين اليومي ماشي ديال الشيء اللي كيدور في المواقع. هذا على الروتين التدبيري السيري، بمعنى انه كيجيب الماكله، كيتهلا في الوليدات، كيخلص الحياه اليوميه. اذا هذا التسيير، لكن التدبير الذي يرقى الى الابداع والى الفعل والى التجويد والى الاداء الاحسن للاسف ما لاحظناهش. فهو غياب تواصل تام ديال اغلبيه المنتخبين لم نقل كل المنتخبين. وتصور دابا السي احمد بك نتواصلوا مع السيد العمده، انا مرارا وتكرارا تواصلت معه عبر الهاتف، والله لن يجيبك ابدا. اي تدبير هذا؟ على الاقل كان على الاقل كيهضروا على 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 خط اخضر. فين هو الخط الاخضر؟ الخط الاخضر غير مشغل لا في التدبير المفروض ولا مع جماعه الدار البيضاء، بمعنى انك كنبقاو كنهضروا على المكياج، على الروتوشات، على الصور، على التمظهرات، لكن الفعل العميق ما كاينش. انا كمواطن ولا ممكن تخرجوا ديروا واحد الميكرو تروطوار وتشوفوا الناس، سولوا واش كاين فعلا شي تغيير، واش كاين شي احساس. حنا كنهضروا على الاحساس. انا بغيت تقول لي الحياه زوينه، غنقول لك انا عندي 100 درهم غنمشي نجيب قفه عامره، غادي نعيش نهاري زوين ووليداتي نتهلا فيهم وكذا، ولا ما كانش عندي وليدات نتزوج. يعني كاين واحد الاس، ولكن بغيت نقول لك راه المازوط ولا ب 10 دراهم، ولا المطيشه بعض المرات وصلت ل 10 دراهم، القرعه ما كتهودش على 10 دراهم مثلا. هادو كنهضروا على المواد الاوليه والضروريه، اما على المواد الاخرى الحاجيه والتكميليه هذيك ما كنهضروش عليها. هذا يمكن تقول لي هذا ما عندوش علاقه بالشان المحلي، هذا عنده علاقه بالتدبير العام، ولكن في التدبير المحلي كاين اشكالات عويصه. البعض يقول بان البي جي دي ولا الحكومه المجلس الحالي اللي تيكتسحوا الحزب العداله والتنميه كان عنده واحد الفرصه تاريخيه، لان ما عمر تحققت في الدار البيضاء الاغلبيه اللي تقريبا مطلقه في المجلس، العكس المجالس اللي كانت يعني كنت واحد ائتلاف. واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ صحيح كانت عندهم اغلبيه مريحه، كانت اجواء طيعه مطواعه باش يخدموا بواحد الشكل كبير جدا. عندهم واحد فريق عمل كبير، لان كنتكلموا على 74 واحد داخل المجلس،
وكنهضروا على العشرات في كل المقاطعات، كنهضروا على العماده وحوالي 7 نيابات ديال رئيس الجماعه، وكنهضروا على 13 جماعه، وكنهضروا على مشاركه في جماعه اخرى واخرى اللي هي وحيده اللي ما داخلينش، جوج وحده اللي ما داخلينش فيها. يعني انا عندك واحد الجيش عرمرم من المستشارين كخصهم يديروا واحد الاداء اللي غير مرتقب وغير منتظر. ونولوا نتكلموا في اطار هذاك الشعار اللي قلت قبيله، جماعه فاعله وتنميه، نتكلموا على اسطنبول على الاقل، ما نتكلموش على لندن وباريس وكذا. بمعنى انه عندك موارد بشريه مهمه، كفلها لك القاسم الانتخابي السابق مع اكبر بقيه، المهم النتائج ما نرجعوش لها للاسف، افرزت هذه الخريطه هذه اللي هي خريطه انتخابيه غير صحيحه. علاش؟ نقول لك علاش غير صحيحه؟ لان المعارضه لها دور. المعارضه كتصحح العويجات، المعارضه كتنبه، المعارضه كتنصح اذا كانت نصيحه، لا كانت كتزايد راه دير السياسه باش انك تجمع راسك. دابا الان في غياب معارضه صحيحه، مع كامل احتراماتي للمعارضه اللي كاينه مشكله من بعض الاحزاب اخرى كاستقلال وكال الاصاله المعاصره والاتحاد السوري، هنا ما كنحسوش بان هناك واحد حد نفس ديال المعارضه اللي كيشير نقاط الخلل والضعف ديال تدبير الشان المحلي. المتعاطفين مع هذا الحزب تيقول لك واش باغي انتم؟ راه الحزب يعني في الدار البيضاء الان مشاريع انطلقات، اوراش كبيره تتعرف الدار البيضاء. كانت عندهم الجراه باش يفسخوا العقد مع شركات اللي كبار سيطا نقل المدينه، يعني اش باغي الناس يديروا؟ لا هذيك القضيه ديال الانجزه حصريا والهمسات واللمسات اسمح لي والله نعطيك دابا الصور ديال الدار البيضاء اللي كان احنا ولاد الدار البيضاء، ماشي واحد غيجينا من الرشيدي ولا من شي جهه اخرى مرحبا به، ولكن ماشي ولاد الدار البيضاء ماشي يعرف المتطلبات ديال الدار البيضاء ويقول لك غنسير مدينه الدار البيضاء باي نفس وباي وجه وباي عقليه، واش بعقليه المدشر والدوار والمناطق الضيقه؟ هذا الدار البيضاء هذه راه 4 مليون تقريبا ديال البشر يوميا كيعيش فيها، يعني لزدنا واحد جوج المليون كيمشيو بالليل، احنا امام 6 المليون اللي كيدوروا في الدار البيضاء، فهمتي؟ اش درتوا لهاد الدار؟ انا باش نجي نوصل عندك هنا السي احمد خصني ساعه من سيدي مومن جاي باش نوصل للمعارف، ساعه نمشي نوصل الرباط، نوصل الرباط ونقضي غراضي وربما نتم جاي راجع. اذا فين هي هاد السهوله؟ فين هي هاد النجاعه؟ فين هاد الفاعليه اللي دايرين هذا المجلس؟ تصور دابا على مستوى شارع القوات المساعده جاي دابا عندنا كيصلحوا تما شي حاجه، هذه مده، هذه تيغير نهضروا على قضيه المده ديال الاصلاحات اللي هي محلوله الدار البيضاء مسارنا حليناه، ولكن راه ما عندناش واحد استراتيجيه ديال اننا نديروا الاصلاح في الدار البيضاء. واش بغينا حنا نحلوا كاع الشوارع كاع الممرات كاع الازقه ونضيقوا على المواطن البيضاء ونحبسوه وكذا؟ ما يمكنش. قلت لك باش جينا باش نوصل عندك هنا باش تم جاي من شارع في اتجاه المعارف او غادي في اتجاه الاخر، وحالين منحه واحد اتجاه واحد، شي تلاقى معك صاحبك في الطريق وبقاو تما واقفين حيت لا بغى يرجع ما يوم لونه، بغى يستمر ما يوم لونه. فين هاد المراقبه؟ فين هاد الحضور ديال المنتخبين؟ فين هاد التقنيين؟ فين هاد الموظفين ديال الدار البيضاء اللي حوالي 16000 موظف؟ يعني احنا كنخدموا بدفع بلاتي احسن. هذا هو اللي الناس خدوا هاد الشعارات ديالنا احنا كاينين والله يسلك والله يسلم وما تبقاش الكارثه. وحنا هضرنا على الكوارث والفضائح، راه شتا صبت 30 ملم راه ولينا غارقين. دونورك النهار تسبب في اقصاء الرجاء البيضاوي، قال لك راه 22 مليار اللي مخسور عليه ما عندوش هذوك المدخات اللي كيجروا الماء. هذه بعض المؤشرات اللي اما لا طلعتي من لوطوروت ليه راه ماشي الدار البيضاء هذيك، هذيك راه قريه شي عروبيه ما عرفت، ربما العروبيات فيها واحد المسحه جماليه، فيها واحد شي حاجه ديال سيدي ربي ان لم يكن ديال الفعل البشري، فهمتيني؟ اما شوف تما البغال الحمير الضايات الخنز راه عندي تصور، يعني المضار البداوه باقا كاين في الدار، التريف ديال المدينه الدار البيضاء بشكل خطير جدا. وبالتالي فالمدبر الحضاري على راسه العمده واللي معاه المتعاونين معاه من حزبه ومن غير حزبه، راه ما عندهمش حل استراتيجيه ديال تدبير الدار البيضاء، راه ما كاينش هذا الشيء. راه هذاك المخطط الجامعي للتنميه يغيب، راه ما كاينش مؤشرات. انا عندي دابا كلامهم في احدى البرامج الانتخابيه، والله العظيم تقراه دابا تتشد راسك. يعني كاين فرق من السماء والارض بين التنظير وبين التطبيق.
راه لجنة لجنة المواطنين تحاسب مع على هذا الشيء اللي كيتكتب، راه شيء خطير جدا وكيضر في القلب. في اخر تاع المجلس الجماعي السابق اللي كنت ربما عضو فيه، تم احداث هذيك شركات التنميه، بدايه مسلسل تاع شركات التنميه. هذا المجلس استمر على هذا المنوال هذا. انت بالنسبه لك شركه التنميه المحليه عطات المراد منها ولا ما كاين شيء؟ هذه شركه التنميه المحليه هذا جابوا الميثاق الجماعي او قانون التنظيمي للجماعات المحليه، واستمرت فيه الجماعه الدار البيضاء، لان هذا قانون. هذا القانون ماشي مفروض. هادوك الناس اللاعبين المدبرين هما اللي كيشوفوا واش ممكن ينهجوا هاد النوع ديال التدبير ولا لا. بعد ما كنا كننهجوا التدبير المباشر، بعد ما دزنا شويه للتدبير المفوض، الان مشينا لهاد الموضوع ديال شركه التنميه المحليه. وقتها قلت شركه التنميه المحليه رجاءت لتفرغ مؤسسه المنتخب من عمقه ومن محتواه. وقتها قلنا، دابا بغيت تجي تتكلم مع السي العمده ومال دولور غرق يقول لك شركة التنمية المحلية، بتهضر مع السي العمدة مال شوارع الدار البيضاء غرقت وشركة ليديك. في حين أنه هذا لا يعفي الرئيس والمنتخب والمسؤول الجماعي، لا يعفيه من المراقبة المستمرة، لا يعفيه من اتخاذ الإجراءات الاستباقية، لا يعفيه من المبادرة. وانتظر تجد يقول لك الأرصاد الجوية حقارها، احنا في الليموني ولا في الأحمر؟ واركب الأحمر والليموني شحال هذه، واش مع راسك السي العمدة؟ ولا أنت داير قبك على راسك وزعما انا مؤمن نمشي نصلي ونرجع لداري وما كنقربش لشي حاجه. اسمح لي، هادشي ما خدامش. التدبير بمنطق الانغلاقيه والدغمائيه والدرواشه ما عندنا ما نديرو فيه. خاص تكون سمعوا كوني، راه ماشي انت زعماك انايا بالتمجيل الحملات الانتخابيه الدار البيضاء غنفعلوا غنتركوا وتسالي الحملات الانتخابيه. لا، انا سمعوا لك همسا. واحد النهار للاسف هذيك النهار كاين الفيضان وتجيك تضحكوا علينا احنا في احدى القنوات، حشومه كاع الناس كيغرقوا وانت يلاه كتسنى تدوز ربع ايام على الغرق ويلاه باغي دير لجنه. راك حنا بسمعناه صرح في هذيك القناه، سمعنا هذه يدير شي حاجه اخرى، شي دوره استثنائيه ولا يجمع لنا يدير ندوه الرؤساء. قال لك اسيدي الاجل ديال عقد اللقاءات خصو يتوفر 3 ايام. اسمح لي، ترى راه هذا امر طارئ، راه عاجل. واش تيموتوا الناس وتيغرقوا الناس وتطيحوا المباني؟ وفعلا طاحوا المباني. انت كنتي عضو في مجلس مدينه اللي كان في السي سجيد، كنتي فاعل هذيك الساعه ومنتخب. الان خارج انت من الملعب ديال هذا المجلس هذا، الا طلبت منك واحد المقارنه ما بين العمل تاع الرجلين، كيفاش تدير لي هذه المقارنه؟ انا شوف نقول لك، انا كنت من اشد المعارضين للتدبير ديال سجيد محمد سجيد الله يذكره بخير، فهمتي؟ ورغم ذلك رغم ذلك السيد ذكي في تدبير الشان المحلي. وهذا التدبير ما جاش عبث، راه راكمو من خلال الممارسه ديالو الجماعيه، فهمتي؟ باش نكونوا واضحين. واحد انا ما كنفهمش انه ما كنقلوش من قيمه الرجال، ولكن واحد مع عمرو دخل تدبير الشأن المحلي تعطاه فرصه يكون عمده، ما فهمتش انايا. لا هو ولا غيره، حتى بعض النوابي ما راكموش التجربه ديال، على الاقل في المقاطعات، على الاقل في المعارضه، على الاقل في المساهمه في تدبير شيء معين. راه الدار البيضاء هذه، راه ماشي شي جامعه صغيره ولا شي مدينه صغيره، راه الدار البيضاء هذه. راه خصنا بنبغيو نعطيو تدبير مدينه الدار البيضاء، خصنا نتابعوا لهذه القضيه، خصنا نرشحوا لها ناس اللي عندهم حريفيه بالمكان بالدارجه. خص يكون واحد محترف في التدبير، على الاقل يكون ديز في القطاع الخاص. ما كنقلوش من الناس اللي موظفين في القطاع العام، ولكن واحد كيسير شركات هذا تدبير خاص صغير، ولكن عنده رؤية، كاين واحد الرؤية. بغا تجيه مثلا تدبير جامعة، راه غيكون في المستوى. إذن لا مجال للمقارنة. أنا كنقول لك المجلس الحالي هو يعيش على المشاريع والمخططات اللي ترسمت على الأقل من 2003 إلى 2015. ما كاينش شي حاجة جديدة. قول لي شنو الجديد؟ يمكن تقول لي شي شارع لهيه ولا شي روتوشات على الكورنيش والحوايج الاخرين فيهم. واش عندنا حنا مساحه صغيره سميتها شارع في المعارف وروتوشات على في بدايه هذا المجلس العمده الحالي وعد البيضاويين بشجره لكل اسره. واش حنا دابا في النهايه تاع التجربه،
واش كاين هذا المشروع هذا تتشوفوا انت على اطر الواقع؟ انا غنقول لك السيد العمده وعدنا بحفره لكل مواطن بدا. والله العظيم انا كنخرج من الدار ديالي تم غادي 1 كيلومتر ولا 2 كيلومتر الى تم غادي وكنتشقلب حفره حدا حفره. هذه كنقول لك في منطقه سميتها حي التشارك، راه لا مشى هو يدير شي زياره، راه كان بالمناسبه كان كيدير انتخابات ديال 2002، راه شحال تما ديناه تما ودرنا معاه داك التاريخ لا يمكن الرجوع اليه. ولكن كنقول لك هاد القضيه ديال الجانب البيئي راه مهم جدا. الجانب البيئي راه داخل في مسمى التنميه المستدامه. هاد الناس كيهضروا على التنميه المحليه، فين هي التنميه المحليه؟ واش غنبداو نلوحوا العبارات حنا ما فاهمينش حتى الحمولات ديالها المصطلحيه؟ راه التنميه راه تحسن وتغيير جذري كيمس مناحي عده، راه لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا بيئيا ولا سياسيا ولا غيرها من المجالات. وهما فعلا كيتكلموا على التنميه المحليه في الشعارات ديالهم والبرامج ديالهم. انا ما كنلمس حتى شي تنميه. يمكن كاين روتوشات وتغييرات فولكلوريات اللي يمكن نهضروا عليه، ماشي كنزيد عليه بالمناسبه. وهذا هو السؤال ديالي. هناك من يقول ان الكلام اللي تتقول السي المرحاني ولا الكلام اللي تتكتب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هو رد فعل طبيعي، لانك كنتي معاهم وبقيتيش معاهم، ولانك يعني واحد الوقت كنتي مرشح انك تدخل الانتخابات البرلمانيه، تم تفضيل السي اليتيم عليك انت. واش هادشي عنده صحيح بعدا كيقول ماشي صحيح؟ لا شي شوف، انا شهاد والله ما هادشي ما كتستحضروش. يمكن يقول لي انت كتقولوا بين خاطر بين راسك وبين خاطرك، بين نفسك وبين لسانك. ما كتستحضروش علاش؟ لانه لرجعتو في 2011 فين وقع الاشكال. 2011 فين وقع الاشكال مع محمد يتيم. انا في 2012 امور اخرى استجدت، كان الاصلاح كان كذا، الامور تعطرت من طرفه. انا نأيت بنفسي على الحديث على كل ما هو التجربه ديال العداله والتنميه وقتها، فهمتي؟ لكن بجات التجربه ديال 2015، انا كنت من الناس اللي قدمت نفسي باش نكون على الاقل لما كنتش في العلن نكون في الخلف، انه ها التجربه المتواضعه اللي تكلمنا على سيدي مو النموذج، ها التجربه المتواضعه، ها هي راه الاشاره ديالكم، وعطينا مجموعه ديال النصائح. المهم ما خدوش بهذيك النصائح، وبقات الفتره ديال اننا ما كننتقدوش الشان المحلي راه حوالي واحد 3 سنين ما كننتقدوهمش. نحن امام واحد التدبير اللي هو سيء الان، متردي الان، ارتجالي الان، شكون واضحين، وفي شويه استبداد، لانه فيه هذيك الانغلاقيه اللي ذكرتها قبيله قليل، والدغمائيه اللي غادي بها التدبير ديال العداله والتنميه في الدار البيضاء. اذا راه امر طبيعي نوضو نتكلموا. انا ما كنزايدش، وماشي حيت انا معني بالعمليه السياسيه ممكن ترشح ولا ما نترشحش، ولكن راه امر طبيعي كتقول لي اللهم ان هذا المنكر. هذه راه مدينتي سميتها الدار البيضاء، راه انا عندي غير، شكون لك واضح؟ وتصور دابا كتقول لي انا شجره يكون مواطن، شحال معدل نصيب الفرد من المساحات الخضراء في الدار البيضاء؟ انت كنت متبع هذا الموضوع. متر كاري لكل مواطن، شاك انديفيدي عنده متر كاري. تصور دابا راه حنا كنهضروا على مويه، لا المتوسط. المتوسط متوسط ديال الفرد البيضاوي واحد متر مربع في المساحات الخضراء. وطلع عندنا لسيدي مون، طلع لسيدي مون والله تتولد ضرب بالحجر، تهز عينك يمينا تلقى الحيوطه، يسارا تلقى الحيوطه، خلفا تلقى الحيوطه. يعني واحد حنا الان نصنع واحد الجيل غادي خصنا ليه 36 بزاف وبويا عمر بزاف باش اننا نضرب. والله العظيم حيت ما كاينش كاينش فين يتنفس. راه الناس قضوا على احلام البيضاويين، وهاد الناس يمكن يقول لك شيء تاريخيا قديم وكذا وتسمي بالتهيئه وصدو وكذا، دوك الشيء اللي عنده علاقه بالتهيئه الحضاريه. ولكن دابا انتم واش درتوا؟ راه نفس الشيء، واحد الجريده كانت حاصله نطحيتي لها انت التراب اللي كنشمو فيه الريحه ديال الاصل ديالنا، درتي الاسمنت ودرتي الاسمنت بلطتيها. اش هاد العقليه؟ واش هاد التصور؟ واش هاد النظره هذه؟ اذا راه غياب البعد البيئي هذه معناه اننا راه ما عندنا لا تنميه لا والو، لان البعد البيئي يدخل في صميم التنميه المستدامه. والتنميه المستدامه شنو هي؟ تلبيه حاجيات الافراد الحاليين دون الاضرار باللي غيجيو الاجيال المقبله. والتالي راه انا الحالي، انا الجيل الحالي راه ما بستفدش. فين هو الجيل اللي غيجي من بعد؟ هذا هو اللي حاصل. ما كاين لا مزايدات لا والو، وراه لا يصح الا الصحيح باش نكونوا واضحين. شكرا سي عبد الغني، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس برايس، نتمنى انكم استمتعتم بهذا اللقاء هذا، والى لقاء جديد بحول الله.